بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم بدون عنوان. الحقيقة بنعمة ربنا هنبتدي سلسلة ممكن تاخد لها 4 أو 5 حلقات معانا. السلسلة دي بتتكلم على أمثال السيد المسيح. في آية بتقول وبغير مثل لم يكن يكلمهم، يعني ربنا يسوع المسيح لما كان بيكرز كان بيستخدم الأمثال عشان يوصل المعاني اللي عايز يوصلها للناس. وليه كان بيتكلم بأمثال؟ يعني يمكن هناخد مقدمة صغيرة عن فكرة الأمثال وبعدين ناخد مثل النهاردة ونكمل في الحلقات اللي جاي. ربنا يسوع المسيح اتكلم بأمثال لأن كل المواضيع اللي فيها أمثال ابتداها بكلمة يشبه ملكوت السماوات أو يشبه ملكوت الله. فكرة الملكوت كانت فكرة صعبة قوي على اليهود، لأن للأسف بسبب الكتبة والفريسيين والكهنة اليهود، اليهودية انحصرت قوي في إيه صح وإيه غلط ونعمل إيه وما نعملش إيه، والقصة بقت حرفية جدا. فكلمة الملكوت والأبدية دي بقت غايبة على أذهانهم خالص. فربنا يسوع المسيح عاوز يرجع الإنسان لحقيقته، إن مهما طالت رحلته على الأرض نهايته هي في الأبدية. فابتدى يسوع المسيح سيدنا وإلهنا يتكلم على فكرة الملكوت. فعلشان يقرب الفكرة ابتدى يستخدم مجموعة من الأمثلة عشان الناس تتخيل إيه هو الملكوت. زي أي مدرس بيعلم الولاد الجمع والطرح، فيقول لو فرضا أنا معايا 5 برتقانات وأخدت منهم 3 برتقانة يتبقى كم برتقانة، لأن عاوز يحرك خيال الطفل إنه يفهم فكرة الطرح إزاي من خلال حاجة محسوسة. يبقى فكرة الملكوت هي كانت فكرة مهمة قوي السيد المسيح عايز يوصلها لنا، فابتدى يضرب مجموعة من الأمثلة. الحاجة التانية في الأمثلة إن ربنا يسوع المسيح حب يعلمنا مبدأ إن لما نيجي نتكلم مع الناس نتكلم معاهم باللغة اللي يفهموها. يعني أوقات يجيبوا دكتور شاطر قوي في الفيزياء أو في الطبيعة وبعدين يجيبوه يعلم ولاد في ابتدائي. الولاد اللي في ابتدائي ما بيفهموش منه حاجة، بالرغم إنه يمكن أحسن واحد في مصر بيعرف في الماث وبيعرف في الطبيعة. ليه؟ لأنه هو مش عارف يبسط الكلام ليهم. وده معناه إن الخادم الشاطر والكاهن الشاطر والوعظ الشاطر لما يجي يكلم ناس لازم يتكلم بمستوى لغة هم يفهموها. يعني الحكماء يتكلم بالحكمة، ومع البسطاء يتكلم بالبساطة. لأن في أوقات ممكن واحد كده يكون عاوز يتكلم باللغة العربية الفصحى مع ناس بسيطة ما بتعرفش العربي الفصيح، فدوت بيخلينا يحصل عزلة ما بين الراجل اللي بيتكلم وبين الناس اللي بتسمعه. يبقى نمرة 1 فكرة الملكوت، نمرة 2 بساطة اللغة أو إزاي نتواصل مع الناس. الفكرة الثالثة في الأمثال، ودي فكرة حلوة قوي، إن ربنا يسوع المسيح ما قالش مثل أو 2 أو 3، قال أمثلة متعددة وكان كل مرة بيغير. يعني عارف كان بيكلم مين؟ يعني لو ماشي في وسط فلاحين يقول لهم مثل يفهموا الفلاحين، فيقول ايه؟ خرج الزارع يزرع وفيما هو خارج، يبتدي يتكلم على الزراعة ويتكلم على انواع الاراضي اللي يفهمها الفلاحين. ولما يكون مثلا بيتكلم في وسط رعاة يستخدم مثل تاني، يقول انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، بالرغم ان المسيح عمره ما اشتغل في رعاية الخراف. احنا عارفين ان حتى لو كانت في مهنة يدوية اشتغلها هي كانت النجارة. وبعدين يقابل ستات، الستات دول هيفهموا ايه في حكاية الملكوت او يشبه ملكوت السماوات، فيقول مثل الست تفهمه قوي، يقول يشبه ملكوت السماوات خميرة صغيرة. الست طبعا عشان شغلتها انها بتخبز ليل ونهار عارفة الخميرة تعمل ايه لما تتحط على الدقيق والمية. وبعدين يقابل مجموعة من الصيادين، فلما يقابل مجموعة من الصيادين يدي مثل كده، يقول يشبه ملكوت السماوات شبكة، شبكة اترمت في بحر. مين اللي يفهم؟ الصياد. الشبكة بتجيب ايه؟ بتجيب الكويس من البحر وبتجيب الوحش من البحر، وهكذا.
يبقى ربنا يسوع المسيح لما قابل تجار قال لهم يشبه ملكوت السماوات تاجر. عمل التاجر ده؟ لقى اللؤلؤة كثيرة الثمن فراح باع كل اللي عنده عشان يشتريها. يبقى السيد المسيح عمل حاجة مهمة قوي، ودي حاجة يتعلمها الخدام والآباء الكهنة وكل واحد بيشتغل في الوعظ أو يعني بيوعظ أو يعلم ناس، إن لما يجي يتكلم لازم يكون عارف كويس قوي هو بيكلم مين. عشان على قد ما بنجيب أمثلة بيئية من البيئة اللي بنخدمها على قد الكلام ما يبقى مؤثر. يعني تصوروا خادم راح قرية فبيخدم قرى، وانتوا عارفين القرى عندنا ما فيهاش وسائل مواصلات غير الركوبة أو غير يعني. فيقول لهم افطروا ده جماعة، مرة واحد واقف على محطة الأتوبيس. هو مش فاهم الطفل ايه محطة الأتوبيس دي لأن في القرية، لكن لازم يكون عارف ان الطفل هناك ممكن يركب حمار، ممكن يركب ورا أبوه الموتوسيكل اللي بيسموه هناك مكنة. يعني عايز أقول ان دي حتة مهمة قوي في التعليم، ان احنا نقتدي بربنا يسوع المسيح اللي كان بيكلمهم بأمثال. طولت عليكم في المقدمة، تعالوا النهاردة ناخد أول مثل ونفهمه مع بعض. ربنا يسوع المسيح بيتكلم معاهم. هو حصل الأول نقاش إن الكتب والفريسين والكهنة عيبوا على تلاميذ المسيح وبيقولوا له هما ليه ما بيصوموش الأصوام بتاعتنا؟ ليه ما بيصوموش الأصوام بتاعتنا؟ فربنا يسوع المسيح قال لما العريس بيكون موجود محدش بيصوم، لكن يعني بيتكلم على شخص نفسه. لكن لما هو هيطلع فوق ويصعد بعد الصليب والقيامة حينئذ يصومون. وبعدين راح مكمل آية هي هتكون المثل بتاع النهاردة اللي نفكر فيه مع بعض. قال إيه في المثل ده؟ قال ليس أحد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، لأن الملء يأخذ من الثوب فيصير أردأ، ولا يجعلون خمرا جديدة في زقاق قديم لئلا يتشقق. نشرح المثل ده الأول معناه إيه وبعدين ناخد بعض المعاني الروحية. هو للأسف يمكن الأجيال اللي طالعة مش هتفهم قوي المثل، لكن يمكن الأجيال اللي من سني أنا واللي قبل كده وأكبر مني هيفهموا المثل. زمان كان لما يبقى حد عنده جلابية أو حد عنده بجامة ويحصل فيها قطع أو خرم أو ابتدت تدوب وتتنحل، فكانوا يعملوا حاجة اسمها يرقعوها. يعني إيه؟ يجيبوا رقعة من قماش عادة بتبقى القماش اللي اتبقى منها وهم بيفصلوها، ويجوا عند الحتة اللي فيها الخرم أو قطع ويبتدوا يلفقوها كده. الستات شاطرة في الحاجات دي، تلفقها بحيث أنها تداري القطع اللي كان موجود. وكانت الناس بتعمل كده لأن بصراحة كان المجتمع فقير وما كانش حد عنده استعداد أن عشان قطع صغير يحصل في أي حاجة أنها تترمي ونجيب مكانها. دلوقتي الأجيال اللي طالعة ما تعرفش كده لأن محدش بيعمل كده، لكن هو زمان كان فيه كده. فربنا يسوع المسيح بشرح لكم المثل باختصار، بيقول خلي بالكم الكتب والفريسين عاوزين يخلوا تلاميذ المسيح تحت صبغة الناموس والتعليم اليهودية الشديدة. فبيقول لهم خلي بالكم ان المسيحية دي فكر جديد، قماشة جديدة. ولما الواحد هستخدمكم مثل تعرفوه في بيوتكم، لو احنا عندنا قطعة من قماش دابت وحبينا نحط عليها رقعة من قماش جديد، خلي بالكو القماش الجديد هيتحط وهو بعافيته على القماش الايه القديم. فلما يجي يتغسل القماش مع بعضه او الجلابية مع بعضيها، القماشة الجديدة بتبتدي تكش. احنا يعني معظم الناس متهيألي عارفين المعلومة دي، انها تبتدي تكش. اول ما هتبتدي تكش ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان القماشة دي وهي بكش يعني بتخش في بعض، بس عشان هي قماشة عافية وجديدة هتاكل القماشة القديمة وتخليها تنسل وتتقطع. فالمسيح عاوز يقول كده خلي بالكم ان المسيحية تعليم جديد، والتعليم الجديد هياكل التعليم القديم. ليه؟ لان مذبح المحرقة ومذبح اللي بيتقدم عليه حيوانات غير مذبح الصليب وغير مذبح كنيسة العهد الجديد. إن وصية العهد الجديد وصية بتكمل وبتعلى عن وصية العهد القديم، فمش ممكن هنسجن الناس في اليهودية مرة تانية. ده المسيح جاي يفتح أفاق جديدة بوصية جديدة بمعاني جديدة قوي قوي. يعني على سبيل المثال زي ما اتفقنا إن أعياد اليهود القديمة
ايه لازمتها؟ ليه نحتفل بعيد الفصح اذا كان فصحنا المسيح قد ذبح لاجلنا زي ما بيقول القديس بولس الرسول؟ فبقى عندنا حاجه مكان حاجه. فهو عاوز يقول ان ما ينفعش يا يهود تهودوا المسيحيه وترجعوها تاني، تقفلوا عليها جوه قفص اسمه الناموس. لا، دي حاجه جديده، اصوام جديده، بطريقه جديده، بفكر روحاني جديد. يبقى الغرض من المثل ان كان ربنا يسوع المسيح عاوز يرد على اليهود. بعد ما شرحنا المثل من وجهه النظر الكتابيه، تعالوا بقى ناخد بعض المعاني الروحيه علشان انا وحضراتكم ننتفع من الكلام اللي قاله ربنا يسوع المسيح في هذا المثل. المعنى الاولاني زي ما اتفقنا هو معنى القماشه الجديده او الحياه الجديده. يعني ايه القماشه الجديده او الحياه الجديده؟ زمان كانت الناس حاجه من الاثنين، يا اما وثنيين يا اما يهود. وكانت لحظه المعموديه لحظه فاصله ما بين الحياه قبل المسيح وما بين الحياه في المسيح. وكانت دي لحظه مهيبه جدا. كانوا يجيبوا الانسان يعلموه مبادئ الدين المسيحي شهور وممكن سنه وممكن اكتر، ويفضل يسمع وعظ ويتعلم. بس من اول ما تعمد نقول له الاشياء العتيقه قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديد. ليه؟ لان ان كان احد في المسيح هو خليقه جديده، فكل القديم يموت والجديد يبتدي. ودي كانت مهمه قوي، ان لازم اعرف كده ان انا في حياه التوبه انا قماشه جديده، بعد المعموديه انا في حياه جديده. يعجبني قوي الحكايه بتاعت قصة القديس أغسطينوس لما تاب. أغسطينوس قبل التوبة كان متعب قوي، كانت قماشة قديمة، ولما كان عايش كان عايش في الخطية. وزي ما حضراتكم كانوا كلكم عارفين إن كان عنده ولد من الخطية، يعني مش من زوجة، يعني إنسان يعرفها وخلف منها، وكانت علاقة وعشرة طبعا. لكن اللحظة اللي أغسطينوس تاب فيها هي اللحظة اللي قرر أن يكون للمسيح، يعني بقى قماشة جديدة، ما بقتش قماشة، آسف في اللفظ اللي هقوله، مترقعة ما بين قماشة جديدة وقماشة قديمة. ما ينفعش الاتنين مع بعض، ما ينفعش أعيش أن أنا أكون قماشة جديدة وقماشة قديمة. فأول فكرة هي فكرة أن المسيح عاوز يقول لنا الذي قبل تعليمي والذي قبل صليبي والذي قبل أن هو يجاهد، أنت بقيت قماشة جديدة. ما ينفعش وأنت قماشة جديدة أنك أنت تسيب حتة من قماشة قديمة، ما يركبوش القماشتين على بعض. في زمان عند أهل العالم قصة معروفة قوي، القصة دي اسمها إيه؟ مسمار جحا. بتقول إن فيش، كلكم عارفين شخصية جحا الأسطورية دي، اللي الناس يعني فولكلور شعبي بيحكيوا على حكاية جحا. بيقولوا إن جحا كان عنده أوضة وقرر إنه يبيعها، وباعها بتمن نص تمنها، فكانت مغرية جدا، فكل الناس عاوزة تشتريها. قال لهم أنا هبيعها بنص تمنها بس بشرط، أنا هسيب مسمار طوله 2 سم في الحيطة، محدش يشيله، ومن حقي أجي أطمن عليه كل يوم. فالناس الحقيقة افتكروا إن دوت حاجة بسيطة قوي، فوافقوا جحا. فاللي حصل إن جحا كان طلع أنصح منهم كلهم، أو الشيطان أنصح من ناس كتيرة قوي فينا، إن يقول لك توب زي ما أنت عايز، أنا مش طالب منك أكتر من أنا أسيب مسمار صغير بس في حياتك. نقول له لأ، أنا قماشة جديدة، ما ينفعش ثوب جديد يتحط على ثوب قديم، ما ينفعش. فإذا كنت أنا قماشة جديدة أنت مالكش حتى المسمار عندي. والحكاية تقول إن جحا كل يوم كان يجي ويقول لهم أنا جاي أطمن على المسمار، ويروح قاعد ساعة واتنين معاهم في أكلهم وفي شربهم وفي حديثهم. أهو ده الخلطة ما بين الجديد والقديم. أدي مثل تاني. مثل تاني مثلا إنسان قرر إن هو يتوب، ولما قرر إن هو يتوب يعني هحكي حكاية شبه حقيقية، مغير يمكن في حاجة كده صغيرة فيها.
مثلا واحد كان بيشرب سجاير، وكان الراجل دوت مبسوط، فكان لما يشتري سجاير يشتريها بالكمية، يعني يشتري علبة كبيرة اللي بيبقى فيها 10 علب سجاير. وقرر في يوم من الأيام إن هو يبقى قماشة جديدة، ثوب جديد ما ينفعش يتحط على ثوب قديم. فقرر إن هو يبطل السجاير، فأخد السجاير كلها ورماها. وهو بيرميها جات له فكرة صغيرة كده، طبعا من عدو الخير، قال له خلي علبة واحدة بس للضيوف، عشان ما يصحش حد من ضيوفك اللي في الشركة معاك أو اللي في الأعمال يجوا عندك البيت ويكونوا بيدخنوا وانت ما تقدم لهمش. الحقيقة الفكرة دي عجبته، وابتدى يحتفظ بالثوب القديم مع الثوب الجديد. الثوب الجديد هو حياة التوبة، والثوب القديم انه احتفظ بحتة قديمة قوي ما كانش المفروض يحتفظ بيها. وقعدت العلبة دي اسبوع اتنين تلاتة وهو معتقد ان هو قدر يتخلى عن عادة التدخين السيئة. ومع الوقت وفي مرة او مرتين حس بقى بزهق، حس بأي حاجة انا مش عارف، اهو رجع وقال هي سيجارة واحدة، وبعدين بقوم سيجارتين، وبعدين بقوم تلاتة، واول ما خلص العلبة اشترى علبة تانية، لان ما ينفعش نحط القماشة الجديدة مع القماشة القديمة. يبقى في النص الاولاني من حلقتنا اتكلمنا على فكرة ايه الامثال، واخدنا نقطة روحية واحدة من المثل الاولاني، ان اذا كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة وقماشة جديدة، لان كل الاشياء العتيقة قد مضت. ناخد بريك صغير وبعدين نكمل بقية حلقتنا. نكمل حلقتنا وبنتكلم على أمثال السيد المسيح، واتكلمنا على ليس أحد يأخذ رقعة من ثوب جديد ويضعها على قديم، يعني مش هناخد قماشة جديدة ونحطها على قماشة قديمة علشان هتمزقها والاتنين ما يمشوش مع بعض. النقطة الروحية التانية اللي ممكن نتعلمها من مثل القماشتين اللي بنحطهم على بعض دولة، احنا النقطة الأولانية ما ينفعش جديد على قديم قوي، لكن في حاجة، ان حتى لو اضطريت ان انا احط قماشة علشان اداري بيها عيب قماشة، مهم قوي 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 انها تكون من نفس اللون. تاني، تكون من نفس اللون. زمان برضو من 20-30 سنة الناس اعتادت انها تفصل قمصان، فكان ترز القمصان يطلب ربع متر زيادة. ليه يطلب ربع متر زيادة؟ لان كان معروف ان اساور القمصان او لياقة القميص كانت بتدوب قبل القميص نفسه، فكان يعمل لياقة احتياطي او يعمل اساور احتياطي. انا اسف ان الشباب الصغير ما يعرفش الكلام ده كله، لكن دوت اللي كان موجود. وطبعا كان بتحصل ان الياقة فعلا تتبري او الاساور تدوب، والناس ما كانش عندها فلوس انها تشتري قمصان تاني، فكانت بتعمل عملية انها تعمل عملية الإحلال، يعني تركب الياقة القديمة أو الجديدة آسف مكان القديمة، والأساور الجديدة مكان القديمة. فطبعا مش ممكن يكون القميص كان لونه بني والياقة بتاعته يبقى لونها أزرق. الحقيقة ده ما يبقاش أبدا إصلاح للقميص، ده يبقى لبس زي لبس البهلوان أو البلياتشو بتاع السيرك. يبقى في نقطة مهمة قوي، إن لما أنا أحتاج أحط قماشة على قماشة لازم القماشة دي تكون من نفس اللون. وده المعنى التاني في المثل اللي ربنا عاوز يقولهولي. ما ينفعش أنا أكون لونين. يعني إيه ما ينفعش أنا أكون لونين؟ يعني ما يكونش الصبح ليا لون وكلام، وبعد الظهر ليا لون وكلام، وبالليل ليا لون ومكان أو كلام. ما ينفعش كمان إن أنا جوه الكنيسة يكون ليا لون، وفي شغلي ليا لون تاني، وفي بيتي ليا لون تالت.
ما ينفعش انا اكون في الكنيسه خادم او كاهن بيعلم شعبه، وجوه بيتي اكون خادم او كاهن بيعثر بيته. ما ينفعش، لازم الانسان يكون لون واحد. ما ينفعش انا اقول كلام وما اعملش بيه، واقول لكل قول مقال ولكل لا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. يعني هل ينفع انسان روحاني لو قعد في وسط ناس مستهزئين يجاريهم في احاديث الاستهزاء ويقول لك لا اصل دي شطاره والانسان لازم يكسب كل الناس؟ ما ينفعش. يبقى الفكره الثانيه فكره اللون الواحد. الانسان الروحي هو انسان روحي في كل المجالات. يعني ابونا ميخائيل ابراهيم كان اسمه ميخائيل افندي ابراهيم، الحقيقه الناس شافت فيه المسيحيه الكامله المعاشه قبل الكهنوت زي ما شافتها بعد الكهنوت. في ناس تعتقد ان الخدمه هي اللي هتغير في شخصيتي او تغير لوني، او اللبس اللي انا بلبسه في الكهنوت هو اللي بيغير شخصيتي او بيغير لوني. لا، اللون الواحد معناها ان ابونا لو لابس الجلابيه السوداء جوه كنيسته او الجلابيه البيضاء جوه بيته هو ابونا. هذه الفكره، انه انسان روحي معناها انه لون واحد. ولما اللون الواحد ده ما بيبقاش موجود بيبقى فيه مشكلتين عندنا. المشكله الاولانيه صراع وتمثيل، انا جوايا شخصيتين، شخصيه ليها لون وشخصيه ليها لون تاني، والاثنين قاعدين يتصارعوا مع بعض. مش مرتاح. عارفين ليه مش مرتاح؟ لان لا محصل ان انا اعيش في العالم ولا محصل ان انا اعيش لربنا زي ما ربنا عاوزني اعيش له. ففي صراع وتناقض جوايا، مش مرتاح. الحاجه الثانيه العثره. يعني ايه العثره؟ صوروا الناس شايفه ابونا في الكنيسه بيتكلم بطريقه، وابونا وهو سايق وحد زنق عليه شويه رد فعله كان رد فعل مختلف خالص عن اللي بيعلمه. الناس تتلخبط تقول كده اسمع كلامك اصدقك، اشوف اعمالك اتعجب منك. يبقى عندنا نقطه مهمه جدا، ان لازم الانسان يكون لون واحد، لان ما ينفعش يبقى الانسان ملطش كانه مجموعه من البقع جمعتها قماشه واحده او شخصيه واحده. في يوم من الايام كنت في افتقاد في احد البيوت، وكلموني على احد الاباء الكهنه اللي اترسم مؤخرا في احد الكنائس اللي قريبه من كنيستنا. فالسيده اللي انا كنت يعني بفتقدها هي واولادها بتقول لي صدقني يا ابونا احنا كنا عارفين في الشغل من 5 سنين ان مصيره حاجه من الاثنين، يا الرهبنه يا الكهنوت. فلما عرفنا انه اتجوز من 3 سنين قلنا دوت مش ممكن يبقى حاجه تاني غير انه كاهن. ليه؟ لان تصرفاته جوه الشغل بتاعنا كانت تصرفات كاهن، في المحبه في الابوه في الرعايه. اهو ده انسان لون واحد بيشهد لربنا يسوع المسيح. برضو الاستاذ حبيب جرجس المتنيح برضو لون واحد، وهو شغال هو حبيب جرجس، وهو بيخدم هو حبيب جرجس. ابونا بشوي كامل، سامي كامل، هو قبل الكهنوت هو بعد الكهنوت. طبعا الكهنوت بيدي نعمة وبيدي قوة وبيدي معونة وبيدي سلطان، ما قلناش لأ، لكن أنا بتكلم على اللون الواحد. ما ينفعش الإنسان أبدا يكون لونين. يبقى احنا اتكلمنا ان اهم حاجة ان الإنسان تكون قماشته قماشة جديدة واحدة، حياة جديدة بعد التوبة او بعد المعمودية او الى اخره. الحاجة التانية اللي اتكلمنا عنها ان الإنسان يكون ايه؟ لون واحد. حاجة كمان المثل ده بيبينها لنا وينفعنا قوي روحيا، قريبة من النقطة الأولانية وقريبة من النقطة التانية، هنقول بس عنوان عشان يميزها شوية، لا للخلطة. ما احنا اتفقنا ما ينفعش يا قماشة جديدة يا قماشة ايه قديمة. لكن أوقات الإنسان عشان أي واحد فينا قابل للتأثر وبياخد من المحيط اللي حواليه، خلي بالكم لو هو عاوز يبقى قماشة جديدة، لو هو عاوز فعلا يكون نور للعالم وملح الأرض زي ما ربنا يسوع المسيح طلب منه، لكن مختلط بناس بعاد عن ربنا
مش هيقدر يعملها. وعلشان كده الخلطة والجو المحيط اللي احنا عايشين فيه بيأثر فينا، بيأثر فينا. أنا دايما أقول المثل ده لحضراتكم والأولادي، أنا لو ركبت عربية واحد كان عازمني لمشوار معين وهو يعني كتر خيره هيوصلني، تصوروا أنا لما بقعد في العربية دي وصاحبها بيكون إنسان مدخن، أنا لما برجع بيتنا زوجتي بتقول لي يا بونا أنت ريحتك ريحة سجاير، ولما بكون جاي من صلاة تبريك أو قداس وادخل البيت يقول له ريحتك ريحة بخور. يعني إيه؟ يعني الإنسان علشان يكون قماشة جديدة وعلشان يكون لون واحد لازم يعرف هو بيخالط مين وبيعشر مين. وهديكم قصة من الكتاب المقدس صعبة قوي. القصة دي قصة واحد اسمه لوط البار. لوط ده إنسان بيحب ربنا ومشي مع إبراهام مسافة طويلة قوي من فوق العراق لغاية لما نزل لأرض فلسطين، لكن بعد عن إبراهيم واختلط بأهل سدوم وعمورة. اختلط بأهل سدوم وعمورة، بقى قماشة جديدة على قماشة قديمة، فقد لونه وفقد بهائه وفقد كل حاجة. النتيجة انه من كتر ما استحلى العيشة في سدوم وعمورة ان اتأثر. فلما جه ربنا بعت ملاكين عشان يطلع لوط وبناته واخدهم في بلد، اتاري الشر دخل جوه بناته. ما هو من كتر ما هم قاعدين في الشر خدوا الشر، من كتر ما انا قاعد طول النهار مع ناس بتحلف لقيت الحلفان بقى في دماغي، من كتر طول النهار ما انا قاعد مع ناس بتشتم بصيت لقيت مره شتيمه طلعت على لساني. لازم اخلي بالي، لازم اخلي بالي، لان الخلطه ليها اوجاعها. زي ما الناس في اهل العالم يقولوا قل لي انت معاشر مين اقول لك انت تبقى مين. انتوا عارفين اللي حصل بقصه لوط ايه؟ ان بناته بعد ما خدوه البلد اللي اسمها الصوغر ديت، الشيطان جرب لهم فكره غريبه قوي، قال لهم انتوا كده بلا نسل لان مالكمش زوج ولا رجل. الحل الوحيد تسكروا ابوكم، وبعد ما تسكروا ابوكم تضجعوا ابوكم علشان يكون ليكم نسل من ابوكم. يا خبر ابيض على القصه البايخه دي، ويا خبر ابيض على صعوبتها، ان فعلا عملوا الخطه الشريره ديت وخلوا ابوهم يشرب من نتاج الكرمه لغايه لما سكر. ولما سكر حصلت الخطيه الصعبه وبقى لوط اب وجد لاولاده. حاجه صعبه قوي قوي. عارفين دي نتيجه ايه؟ نتيجه ان هم طولوا في سدوم وعمورة. الخلطة بتعمل كده. ففكرة المثل بتاع النهاردة ان مفيش حد ياخد رقعة جديدة على ثياب قديمة، ولا ياخد خمرا جديدا في زقاق قديمة. دي معناها ايه؟ معناها ثلاث حاجات احنا قلناهم. نمرة واحد، ان انا لازم اكون قماشة جديدة. ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة. مسيحي يعني مسيحي. نمرة اتنين، أكون لون واحد مش لونين مختلفين، لأن هيبقى شخصيتي زي شخصية البلاتشو اللي بيعمل كذا حاجة في الوقت نفسه. ما ينفعش أكون كده لأن أنا مسيحي ملح للأرض والنور للعالم. آخر حاجة، احترس من الخلطة. ما ينفعش الاتنين على بعض. ما ينفعش أنت تكون عاوز ربنا وتعيش في العالم بمفاهيم العالم مع أصدقاء من العالم محدش فيهم بيجيب اسم ربنا ولا سيت ربنا ولا يحترم ربنا. الحالة دي هنخسر كتير قوي. ربنا يديني ويديكم ونفهم الثلاث دروس اللي طلعناهم مع بعض من مثل النهاردة. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد. آمين.